كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ مع بعض النهاردة، نكمل في الكورس بتاعنا، هناخد معلومات جديدة. يا ريت كده ركز مع بعض، تاني حصة النهاردة تقيلة شوية. طيب هنكمل مع بعض في موضوع الحروف اللي احنا وقفنا عنده. هنبدأ أول حاجة كده عندنا بالحروف الألفا ب. فرنسي اللي هي الحروف الفرنسية. طيب وقفنا امبارح عند حرف مين؟ البي. طيب هناخد الحروف كده من الاول تاني ونكتبهم برضو ونعيد عليهم تاني. عندي ا ب سي دي ا اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي. ده اللي احنا خدناه، بقولنا ا ب سي دي ا اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي. ده اللي احنا ايه وقفنا عنده. طيب هنكمل بعد كده. عندي حرف اسمه كي. كي بس ممكن اكتبه لك كابتن عشان ايه بزاد التانيين. كي 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 ما تقوليش كي مش تلخبط الدنيا، لا كي كي كي. طيب بعد كده عندي حرف، واحد هيقول لي ده حرف الار، اقول لك ما اسموش ار، اسمه ار ار، او ممكن اقول اغ اغ اغ. يبقى عندي كي اغ كي ار كي اغ كي ار. بعد كده اس 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 زي الانجليش عادي اس. طيب بعد منه حرف تي، مش تقولي تي لا، عندنا مفتوح تي تي تي. خلي بالك بقى من الحرف اللي جاي بعد كده اي 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 اي. هتقولي طب ما دي ايه؟ اقول لك لا، دي كانت اسمها ايه؟ او. يبقى انت كده ا ب س د ا ا، لكن هنا اي 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 مضمومه اي. يبقى انت الاختلاف هيبقى بس في النطق بتاع الحرفين دول ا اي ا اي ا اي. اوعى تدخل اتنين في بعض. ها بعد كده عندي حرف في في في. بعد كده دوبلي في دوبلي في، يعني اتنين في، كلمة دوبلي يعني اتنين، يبقى في و في، يبقى دوبلي في دوبلي في دوبلي في. اكس 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 اكس. بعد كده عندي حرف ايجريك 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 او ايجريك، الاثنين صح، يبقى ايجريك او ايجريك. اخر حرف عندنا زد زد. يبقى تاني ك اخ اس تي اي في دبليو اكس اجريك زد. تاني الاول كل ا ب س د ا اف جي اش اي جي ك ال ام ان او بي كي ار اس ت يو في دبليو اكس اجريك زد. تاني A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, الاثنين صح، S, T, U, V, W, X, Y, Z. تمام؟ دي كده عندنا الحروف. طيب الأمثلة مش لازم نكتبها عادي، كده كده موجودة في المذكرة.
كلمات عدد بنطقها لك عشان بس ما نضيعش وقت فيها كتير. يبقى دي الحروف عندنا تمام. طيب هناخد بعد كده لي بارتي دو لا فراز، لي اجزاء الجمله. ركز معايا كده علشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. ده قواعد، بدايه القواعد بتاعتك، ده بدايه الفرنساوي يعتبر ازاي اكتب جمله. طيب احنا عندنا في الانجليش الجمله بتتكون من ايه، وفي العربي الجمله بتتكون من ايه؟ واحد يقول لي في العربي الجمله اسمه خبر، لا مفيش كلام، مفيش حاجه في العربي اسمها مبتدا وخبر واسم وفاعل والكلام ده، لا لا مفيش كلام. امال ايه الجمله بتتكون من ايه بشكل عام؟ قال لي الجمله بتتكون من ثلاث عناصر رئيسيه، ايه هما؟ قال لي بتتكون من فاعل، بعد منه فعل، وبعد منه مفعول. يبقى الجملة عندنا بتتكون من ايه؟ فاعل، فعل، مفعول. طيب انا عايز اعرف كل واحد بالتفصيل، هو ده بقى اللي انا عايزه. فركز معايا كده، لان الفاعل هو اساس الجملة. احنا خدنا امبارح لو تفتكر بتاع اسمها ايه، ضمائر، قصدي هو ضمائر الفاعل، ضمائر الايه؟ الفاعل، اللي هم ايه؟ جو، تي، ايل، ال، نو، فو، ايل، ال. حلو، هتقول لي طب دول ايه؟ هقول لك ده الفاعل، ده اول نوع عندنا في الفاعل. يبقى الفعل عندنا بيتكون من ثلاث حاجات، يا اما ضمير فاعل اللي احنا خدناه امبارح، يا اما ايه؟ يا اما اسم خاص. يعني ايه اسم خاص؟ ممكن يكون اسم شخص، ممكن اسم بلد، اسم دولة، أي حاجة من ده كله، اسم مدينة، دي كلها أسماء خاصة. بس خلينا بس اسم الشخص بس دلوقتي، لسه التفاصيل دي لسه. طيب النوع التالت في الفعل، يا اما يكون اسم عام. ايه الفرق بين الاسم الخاص والعام؟ هقول لك بص يا سيدي، لما اقول لك اسمك انت تقول لي مثلا انت اسم محمد، ينفع اتبع مع محمد؟ لا، يبقى اذا ده اسم خاص تمام. لكن لما اقول المدرس ينفع اتبع اقول مدرسي؟ القلم، الاخلاق، تمام. يبقى انا عندي الفعل ثلاث انواع، يا اما ضمير فعل اللي خدناه امبارح، يا اما اسم بني ادم، يا اما اسم عام، اي حاجه حواليه ينفع اجمعها او انسها باسم ايه؟ عام. طيب نيجي للجزء الثاني، هو مين؟ الفعل. قال لي الافعال في الفرنساوي ثلاث مجموعات، يبقى اقول لك كده كم مجموعه؟ ثلاثه. اول مجموعه عندي الافعال بتاعتها بتنتهي ب و ار، المجموعه الثانيه اي ار اللي هي ب اي ار. طب المجموعه الثالثه دي مجموعه شاذه فيها كذا نهايه، او اي ار و ار اي و اي ار. طب انا عليا ده كله يا مسيو؟ اقول لك لا، امال ايه؟ هنشتغل بس بالمجموعه الايه؟ الاولى. اوكي؟ طيب هنيجي بعد كده لمين؟ المفعول. هتقول لي ايه المفعول؟ تكمله الجمله. طب انواعه، في انواع ليه بس انا مش عايز الخبطك، مش هندخل فيه عشان ما الخبطش الدنيا. انا بس عايزك تعرف الفاعل له ثلاث انواع، اللي هم ضمائر فعل، اسم خاص او اسم بني ادم، اسم عام، او الفعل ثلاث مجموعات، مجموعه اولى، مجموعه ثانيه، مجموعه ثالثه. يبقى عندي دي مجموعه ايه؟ اولى. يبقى افعال المجموعه الاولى بعرفها ازاي؟ تنتهي ب او ار، يبقى ده مجموعه اولى. طيب المجموعة الثانية بتنتهي ب اي ار، يبقى مجموعة ثانية. طيب دول انتهوا النهايات بتاعتها، يبقى مجموعة ثالثة. حلو خالص، يبقى انا كده ايه؟ عرفت الفاعل انواعه ايه؟ وعرفت الفعل مجموعاته ايه؟ المفعول بقى تكملة الجملة ازاي؟ اما اقول لك مثلا امثلة، اما اقول جو بارل فرنسي، بيقول لي وانا بتكلم اللغه الفرنسيه. طيب هنا الجمله بتتكون من ايه؟ بالراحه كده. الجمله عندي بدأ بايه؟ الفاعل اللي هو ضمير الفاعل،
اذا ده فعل الجمله. اللي بيجي بعد الفعل على طول ده الفعل، تمام؟ يبقى بارلي يعني يتكلم، يبقى بقول انا بتكلم الايه اللغه الفرنسيه، يبقى جو بارل فرونسي. يبقى بعد كده يبقى فرونسي موقعها هنا مفعول، يبقى نقسمها كده واحده واحده، فاعل فاعل مفعول. اوكي طيب، ما اقول لك مثلا علي ام لفوتبول، اقول لك علي بيحب كره القدم. هنا الجمله بادئه بمين؟ اسم بني ادم، اذا ده الفاعل اللي بيقوم بفعل الايه؟ الشيء. طب بيعمل ايه يا عم علي؟ قال لي يحب. الله، يحب ايه؟ كرة القدم. يبقى عندي جملة بتتكون من فاعل فعل مفعول. تمام؟ يبقى دي هنا ايه؟ قسمناهم الفاعل والفعل والمفعول. إذا ضمائر الفعل اللي ضمائر الفاعل اللي خدناها امبارح مهمة جدا جدا جدا. لازم أحفظها زي اسمي. خلي بالك من الموضوع ده، احفظها يعني انسى اسمك وما تنساهاش. طيب اقول لك مثلا مثال تاني. لو بروفيسور اكسبليك لا ليسون، معناها ايه؟ معناها المدرس بيشرح الدرس. الجملة بادئة عندي بين بمين؟ لو بروفيسور اللي هو المدرس، فاعل بيعمل ايه؟ قال لي اكسبليك يعني يشرح. الله، بيشرح مين؟ الدرس. يبقى تكون الجملة عندي فاعل وفاعل ومفعول. تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده عرفنا تكون الجملة بتكون من ايه؟ فاعل وفعل ومفعول. حلو خالص. الفعل عندي ثلاث انواع، يا ضمير فاعل، يا اسم خاص يعني اسم بني ادم، يا اسم عام، اي اسم حواليه ينفع اجمعه وهنسه. طيب الجزء الثاني منها قال بتتكون من الفاعل. الافعال عندي في الفرنساوي كم مجموعه؟ ثلاثه. المجموعه الاولى بتنتهي ب او ار، المجموعه الثانيه بتنتهي ب اي ار، المجموعه الثالثه بتنتهي ب كذا نهايه، او اي ار وار اي واي ار. طيب انا لازم احفظ النهايات دي؟ اه لازم تحفظها عشان تعرف تفرق. طيب هتقول لي طيب احنا كده خلصنا؟ اقول لك لا لا، ده في حوارات لسه، فركز معايا كده. طيب هنتكلم مع بعض لموضوع افعال المجموعه الاولى. انا لسه قايل لك افعال المجموعه الاولى بتعمل ايه؟ قال بتنتهي بالاو ار. تمام، عايز اعرف حاجه بقى افعال المجموعه الاولى دي، وهي كلمه التصريف. يعني ايه تصريف؟ لو حد فيكم مثلا سمع في كل الانجليزي حاجه اسمها التصريف الثالث في الفاعل. ايه التصريف ده؟ يعني تغيير في شكل الفاعل. طب التغيير ده بيكون بناء على ايه؟ بناء على الفاعل اللي جاي في اول الجمله. يبقى كلمه تصريف معناها تغيير في شكل الفاعل. حلو؟ طب بغير على اساس ايه؟ على اساس الفاعل، وسهله جدا. طيب بص كده معايا نكتبها كمعلومات، هقول لك كده اهو. علمنا ان افعال المجموعه الأولى تنتهي ب أو إر، أدي أول معلومة خدناها. طب إيه تاني؟ أقول لك عند التصريف نتبع الخطوات الآتية. إيه هم الخطوات الآتية دي؟ أول خطوة قال لي نحذف من نهاية الفعل او ار، احذف الاو ار اللي في الاخر دي. طب بعد كده قال لي نضيف النهايات الاتية. ايه بقى؟ فين؟ قال لي على الجزء المتبقي من الفعل. طب بضيف النهايات دي حسب ايه؟ قال لي وتضاف حسب الفاعل. طب ايه هم؟ قال لي وهم. ركز بقى معايا كده. قال لي ركز، قال لي لو عندي الفاعل جو، قال لي هتضيف معاه في الاخر حرف الاو.
طيب لو عندي تي هتضيف معاه في الاخر و اس. طب لو عندي ال او ال اللي هتضيف معاهم الاثنين نفس النهاية هتضيف لحرف ال أ. طب لو عندي الفاعل نو اللي تضيف النهايات او ان اس. طب لو عندي فو اللي هتضيف او زد. طب لو عندي ايل او ال الجمع هتضيف او ان تي. شكرا. ادي تصريف افعال المجموعه الاولى. يبقى انا عشان اصرف الفعل اعمل ايه؟ قال لي احذف من نهايه الفعل او ار. يبقى احنا عرفنا افعال المجموعه الاولى بتنتهي بمين؟ او ار. عشان اصرف اعمل ايه؟ قال لي احذف من نهايه الفعل او ار. الخطوه الثانيه ضيف النهايات اللي مكتوبه قدام منك دي حسب الفاعل. ازاي؟ انا بقى عايز اطبق وركز معايا واحده واحده. بص كده معايا الفعل ده. عندي فعل اسمه بارلي، يتكلم. عايز اصرفه. طبق القاعده اللي قلناها كده. قال لي بتحذف في نهايه الفعل مين؟ او ار. شلناها. فضل عندي الجزء ده، ده اللي بضيف عليه. نزلي ضمائر الفاعل اهي. شو تي ال ال والاثنين نفس التصريف. نو ال ال برضه الاثنين نفس التصريف. اعمل ايه بعد كده؟ نزل لي الجزء اللي فاضل عندك بعد ما حذفت اللي هو مين؟ بارل. قبل ما اضيف اي حاجه اهو نزله مع كله. بارل. حلو خالص. اعمل ايه؟ ضيف بقى انا عندي الفاعل هنا مين؟ جو. اضيف معاه اهو جو بارل. طب عندي تي ضيف معاها او اس. يبقى انا بضيف على الجزء اللي فضل. طب عندي ال و ال ضيف معاها ا. طب عندي نو او ان اس. فو او زد. ال و ال الجمع او ان تي. يبقى ننطق كده جو بارل. انا اتكلم، انا اللي بتكلم. تي بارل انت بتتكلم. إل بارل هو بيتكلم. إل بارل هي بتتكلم. نو بارلو إحنا بنتكلم. فو بارلي أنتوا بتتكلموا. إل إل بارل وقف لحد الإل هنا. هم بيتكلموا أو هن يتكلمن. هتقول يا مسيو طب السؤال يجي لي كده أصلا في الأسئلة؟ لا. أمال إيه؟ يقول لك مثلا مثلا إل نقط لوفوت او لوفوت بوينت. حلو. وقال لي اختار ام ولا ام ولا ام. اعمل ايه؟ هتقول لي مش عارف. اقول لك بص على الفاعل. الفاعل عندك هنا مين؟ ايل. الايل نهايته كانت ايه؟ ا اهي. من غير ما افكر كتير اهي النهايه. يبقى انا لازم احفظ النهايات؟ اه. خلي بالك من الموضوع ده، لازم تحفظ النهايات. طيب اما اقول لك مثلا نو نقط اوفر بول وقال لي اختار جو ولا جوي ولا جو. هنا الفاعل نو. النون نهايتها او ان اس اهي. من غير ما افكر جديد. معنى الجمله يقول احنا بنلعب كره قدم. تمام. يبقى هنا عندنا لازم احفظ النهايات بتاعه التصريف افعال المجموعه الاولى. طب هو لسه في تكوين الجمله حاجه؟ اه لسه، بس انا سايبها كده يعني ايه ما ندخل بس في الموضوع شويه. ممكن الحصة الجاية أو اللي بعديها أقول لك الحاجات بتاعتها. يبقى أنا كده عرفت المجموعة الأولى بتتصرف إزاي؟ طيب وعرفنا الجملة بتتكون من إيه؟ طبعًا حصة النهاردة حصة تقيلة. دي الأساس. دي أول طوبة عندك في الفرنساوي. اللي أنا قلته النهاردة ده أولنا يعتبر، اللي فات كله كوم واللي النهاردة ده كوم تاني. فأنت ذاكر والسؤال اللي مش تعرفه أو اللي أنت مش فاهمه ابعته لي وأنا هشرحه لك. تمام؟ وانا معاكم على الواتس ان شاء الله. انا مش هطول عليكم عشان برضه الحاجات دي تقدروا ايه تذاكروها.
وربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله معادنا الحصه الجايه باذن الله والحد، وربنا يوفقكم باذن الله، واتمنى لكم التوفيق يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أوروفوار.